نعم نسمع التبويب والحديث. أيوة. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها. إذا أي فاصل طلعت رجعت ألقي السلام، عندما تخرج ألقي السلام، وعندما تعود ألقي السلام، أفشوا السلام بينكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. نعم، هذا هو التطبيق العملي، وهو ما يسمى بحديث المسيء صلاته، أنه كرر إلقاء السلام متى؟ مع الفاصل، حصل فاصل فأعاد إلقاء السلام. حديث التالي. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. نعم، انظر إلى هذه الحالة، حتى لو حالت بينك وبينه إيش؟ شجرة، فالسنة أن تعيد إلقاء السلام. نعم، استحباب إلقاء السلام لمن دخل بيته. أما تدخل البيت مساء الخير يا أم فلان، شو مساء الخير هاي؟ هاي بدك تحكيها، لو بدك تحكيها تكون بعد إلقاء. الحمد لله، يديكم الله يصلح بالكم. ما هو احنا نظل شوبانين، حضرتك بتيجي بتشغل لها المراوح مره واحده. تعال بدري يا اخي، تعال بدري، لا تخلينا نمرض، جزاك الله خيرا. نعم، فاذا هذه من السنه اذا دخلت بيتك ان تلقي السلام. نعم. قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل البيت وعلى أهل بيتك. نعم، هذا الحديث يعني الشيخ ضعفه في غير هذا الموطن. التبويب الآخر وهو السلام على الصبيان، انظر التواضع، مع أنه الصغير هو الأصل أن يلقي السلام على الكبير، لكن قلنا المسارع حتى تكون أولى الناس بالله فتلقي السلام على الصبيان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، إذا نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتطبيق هذه السنن في إلقاء السلام وفي غير إلقاء السلام. بهذا نكتفي، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.